اسامه دونك تشوف من بعد تاك فاش نجوتيو دي زارتيكل على النشر اليوميه. دونك كالعاده نعملو لوغيو على البارتي ادمنستراسيون. بعد ما نلوغي على البارتي ادمنستراسيون نمشيو للمنيو الاضافات. في الاضافات نلقى مدير الموديلات. دونك نجي المدير الموديلات نكليك عليها باش تطلع لي الفونتر هذه. دونك نفس التابلو تقريبا ونفس لي زوتي موجودين في جيستيون دي زارتيكل تقاموا ما بيدهم. المهم احنا اللي يهمنا النشره اليوميه. شوفوا لنا نقاول النشره اليوميه. هي اول حاجه ملاحظه كي تبدا فما شورلي حاجه كيما الكيكه يعني ديما كليك عليها باش تتنحى سينو غيرك ما نجمش يدخل الموديل. دونك بالنسبه للنشره اليوميه باش نجيتيو فيها تو دي زارتيك النشر اليومية اللي هي موجودة لنا هذه النشر اليومية. دونك باش نجي نعمل كليك على النشر اليومية كليك عليها باش تحلي الفناتر هذه. دونك مهمنيش برشا في الشير في الشير اليمين مانيش نبدل فيها حد شيء. حاجتي بالشير اليسار وتحديدا في الكونتين اوبشن هذه البقعة الوحيدة اللي مش نبدل فيها. في الكونتين اوبشن نكليك عليها بتتحلي الفناتر هذه فيها ادد سلايد. سلايد يقصد بها هي الارتيكل هو هذا بالشكل هيك. لو نجي نعمل باش نجوتي ارتيكل جديد نعمل ادد سلايد. قبل تو اني ما نجوتي ادد سلايد لازم يكون الارتيكل ديجا موجود عندي في وسط السيت يعني عملت له لاجو. فور اكزامبل الارتيكل اني باش ناخذ ارتيكل مثلا هذا حزب الوطن الديمقراطيه لازم يكون يعني السيد الارتيكل ديجا مصبوب وببلي باش نجم نفي شيء لنا. دونك نجي نختار اول حاجه نختار كونتينت تايب لنا نختار ك2. بعد ما نختار ك2 نختار الايماج هذا الايماج هذه مثلا مسجله عندي الايماج هذا كيف كيف باش تعاود تليشارجيها تي ام جي. دونك تحضر ليماج بعد اني سجلت على البيرو نتاعي تو نمشي للبيرو نتاعي ونجبدها ليماج. دونك كل شيء لنا باش نزيد. دونك نعمل بوز. دونك جانا نمشيو ليماج لنا جوست عملت كرياسيون تاع دوسي جديد باش نجمو نوليو ديما نجيتيو فيه النشر اليومي. دونك كليك على ايماج مش نبقى نشرة هذا هو الدوسي اللي نحطه فيه ان شاء الله ليزيماج نتاعنا. دونك ندخلو. بعد ما ندخلو الدوسي نختار لنا تشوز فايل رفع ملفات لنا باش نجوتي ايماج جديد. من بعد نمشي وين الايماج نتاعي ونختار الايماج اوبن. بعد ما نختار اوبن نكليك على بدء الرفع باش تيليشارجي. فوالا هاني تم اكتمال الرفع لان ليماج تزادت فوسط الدوسي نشر سي بون. دونك نسيليكسيونيها. شوف كي لاحظت كي نسيليكسيونيها تتزاد لنا رابط الصور. بعد ما تزاد غادي نكليك على ادراج. فوالا لاحظوا لي تزادت لنا. نجي لنا باش نحط التيتر. التيتر زاد كي نحطو مانيوال نجي التيتر هذايا باش نعمل له كوبي كولي كوبي نعمل له كولي هلا. ولا عندي التيتر باش يطلع في الطريقه كيما هذه كيما هذه قالت وزاره الداخليه يطلع في الشكل هذا. من بعد نجي باش نختار الارتيكل تو نختار الارتيكل هذه باش تتحلي لي زارتيكل كل اللي موجودين. انا حاجتي بالحزب الوطنيين الديمقراطيين كالعاده فيك الفيتراج اللي كان قد برشا دي زارتيكل وكل. دونك مثلا نخدم خدمته سلمى الحوار الارتيكل اني يعني سلمى الحوار. دونك كليك على سلمى ولا يطلعوا لي ليزارتيكل الكل تاع سلمى هون كاتب سلمى. دونك نختار الارتيكل اللي حاجتي بيه اللي هو حزب الوطنيين الديمقراطيين هذا نكليك عليه. لاحظ اللي هو تزايد لنا. بعد ما نكليك عليه واش عملنا احنا تو اخترنا كادو من الاول من بعد اخترنا ليماج من بعد حطينا التيتر عملنا له كوبي كولي ومن بعد سيليكسيونينا الارتيكل اللي مش بونتي عليه. بعد نعمل سيف مهمه برشا هذيك سيف باش يتزاد لي لنا. ومن بعد نكليك على حفظ
لا يحفظ بالطبيعة، يسجل ويقعد في نفس البرس. تحب نخرج من البرس نعمل حفظ وإغلاق. هلا خرجت، هذه النشرة. توا نرجع للباج داكوي نتاعي نتاع السيت ونعاود ناكتواليزي الباج. هلا لاحظوا اللي تزيد توا كي نكليك عليها شيزن الارتيكل نتاع حزب الوطنيين الديمقراطيين. هلا هذيك الفكرة، اني ديجا يعني تخش عليها مش نزيد ان ليان يبوانتي فيه ايماج، كي نكليك عليه يبوانتي لي يهزني للارتيكل. هذيك الفكرة. دونك ان شاء الله يكون، ان شاء الله يكون واضح. سي تحب بيان سور تزيد حاجة أخرى ترجع النشر اليومية ونفس الشيء، خب نفس الشيء تمشي كونتين اوبشن ادد سلايد تجوتي تختار كادو تختار ليماج تحط التيتر ومن بعد سيليكسيوني الواحد ومن بعد تعمل سيف. ديما تنسى سيف، بعد ما تعمل سيف يتزيد او تلاحظ انه هو يتزيد ومن بعد تعمل حفظ. سي مثلا ما صحلكش مثلا مش تجوتي ولا حاجه تعمل كنسل هكا تنح. الترتيب زاد تنجم تتحكم فيه، تنجم مثلا حزب الوطنيين الديمقراطيين ترد له كيفاش تجي شفت هذه العلامه هذه كي تطلع لك الماب الماء هذه تنجم تبدلها تكليك عليها بالجوش ومن بعد تهزها لفوق تجلسيها برا. هلا تعمل اللي تحب عليه. هلا مثلا غلطت، في حالة انك غلطت تحب تمودي فيه مثلا ارتيكل تبدل له التيتر ولا حاجة غلطت في الايماج تعمل تكليك على هذه ايديت، ايديت تعاود مثلا الايماج تبدلها مثلا تختار ايماج اخرى مثلا تعمل ادراج تبدل التيتر وديما تعمل سيف بيان سور. سي تحب تشوف زاد الارتيكل تعمل بريفيو باش تعرف التصوير نتاعو يوريك التصوير. فوالا كيما هذا زاد يوريك التصوير نتاعو. سي تحب تفسخ وجوست تكليك على الاكس، تكليك على الاكس يتنحى وما تنساش بالطبيعة ديما تعمل حفظ. فوالا دونك هذيك هي مش صعيبة ان شاء الله تكون يكون واضحة. تو نعمل ان شاء الله بعد نعمل ان شاء الله على الحكاية السلايد نفس الشيء تقريبا. على كل سلامة.